السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد العجوري من الفريق العلمي للنادي الطبي. اليوم إن شاء الله رح نشرح المحاضرة الثالثة من الملف هذا اللي هو الإبيثيليال تشو، وبضل عليكم هنا 4 محاضرات على هذا الملف إن شاء الله سبحانه وتعالى. تمام، رح نبدأ اليوم. إحنا أخذنا المرة الماضية اللايننج إبيثيليوم. اللايننج إبيثيليوم هي الموجودة في أماكن مختلفة من الجسم، في الاستومك، في السمول انتستن، في التريكيا، في نيزيال جافيتي، في الماوث، في اماكن متعدده جدا في جسم. لايننج وبعضها كان يقوم بامثله على السكريشن. الجلانديولار ابيثيليوم، جلانديولار هي الجلاند، هي خلايا الابيثيليوم الموجوده في الجلاند. الجلاند هي معناها الغده، واحنا طول عمرنا بنعرف ان الغده شيء يفرز. على سبيل المثال في عندك الغده تحت نخاميه، الغدة تحت النخامية بسموها البيتيوتري جلاند، الغدة النخامية. شو غدة تحت النخامية؟ غدة نخامية. تمام، الغدة النخامية مثلا تفرز هرمونات، مثلا النمو، مثلا T3 و T4 مثلا، هرمونات النمو تساهم في نمو الجسم مثلا. وحتى معلومة هاي لكم، اي خلل في افرازهم بكميات كبيرة قبل البلوغ بتلاقي طفل كبير جدا بسموه ده مرض العملقة مثلا. هذا هيك للمعلومة. مثلا الغدة النخامية، في عندك غدة البنكرياس بسموها بنكرياتيك ايسلت، وهيك هيك شيء. تمام، فاليوم رح نشرح ايش الغدد الغدد اللي بتحتوي على الابيثيليال تشو على سبيل المثال. فنبدا is an epithelium specialized in secretion، بتكون متخصصة في الافراز، secretion افراز بالذات الهرمونات. classification of the glandular epithelium، كيف احنا بنصنفها؟ في عندنا عدة طرق للتصنيف. الطريقة الأولى according to the number of cells، حسب عدد الخلايا. في عندي أنا غدد بتكون unicellular. شو unicellular؟ uni وحدة، unit. unicellular أن تتكون من خلية واحدة. unicellular gland formed of a single cell، تتكون من خلية واحدة. like goblet cells، مثل الgoblet cells اللي إحنا قلناها موجودة. تذكر بس قلنا في عندنا في شيء اسمه goblet cells الموجودة في اللايننج إبيثيليوم، الموجودة مثلا في الجهاز التنفسي زي سودو ستراتيفايد، سودو ستراتيفايد ديكلومينر سيليتد إبيثيليوم سيلز، بتكون بناتها جوبلت سيلز بتفرز الميوكس، تذكرينها صح؟ فها بتكون أصلا الجوبلت سيلز هي عبارة عن خلية واحدة، يونيسيليولر، بتكون عبارة مكونة عن خلية واحدة of the digestive and the respiratory tract، موجودة في الدايجستيف، موجودة في الجهاز الهضمي، وموجودة في الريسبيراتوري تراك. بيكون عندي مالتي سيليولر، ممكن يكون عندي الجلاند مالتي سيليولر formed of clusters of cells، يعني بتكون عندي مجموعة من الخلايا مثل السيليفري and sweat glands. السيليفري هي الغدة اللعابية، السيليفري جلاند الغدة اللعابية، السويت جلاند هي الغدة العرقية. مثلا الإنسان يعني عنده في منطقة الأكزيال بتلاقوا فيه عنده السويت جلاند تحت الإبط. تمام، التصنيف الثاني، الشغل الثاني according to the presence of ducts. تمام، فالآن قبل ما بلش في التصنيف الثاني أنا حاب أفهمك شغلة. تمام، الآن أنا بعض الغدد على سبيل المثال، بعض الغدد إلها قنوات وبعض الغدد ما إلها قنوات. تمام، بعض الغدد لها قنوات وبعض الغدد ما لهاش قنوات. كيف؟ يعني في بعض الغدد إلها جزء إفرازي وقناة. هاي جزء الإفرازي مثلا بعطيني المواد وبتنفرز عن طريق القناة، هاي بسموها الدكت. القناة هنا عن طريق القناة بنفرز. تمام، وفي بعض الغدد بتكون عبارة عن إفراز بس بتفرز مباشرة. طيب هاي وين بتكون وهاي وين بتكون؟ الغدد اللي بتفرز بشكل مباشر بتكون الغدد اللي في داخل الجسم، اللي بتكون قريبة من الدم، يعني تختلط بالدم، واللي بتكون الغدد داخل الجسم، هاي بتكون داخل الجسم بيكون فيها دكت. لكن الغدد اللي بتطل على خارج الجسم زي الغدد اللعابية الموجودة على اللسان، على الفم، يعني بشكل عام بتكون طالة للخارج، أو الغدد العرقية تطل على خارج تحتاج لدكت. دكت نواقل، يعني هي شو معنى دكت؟ قناة تنقل هاي العرق مثلا عشان تطلعه لبرا الجسم، فبتحتاج دكت. لكن أنا الغدة اللي داخل الجسم ما بتحتاج دكت لأنها تفرز مباشرة للدم، الدم هو اللي بنقل، ما بتحتاج إشي ينقل، لا هي الدم نفسه هو في الدورة الدموية هي بتعمل على نقل الهرمونات او الافرازات تاعت الغده. فعندي انا شيء اسمه الاكسوكراين according to the presence of duct، حسب وجود الدكت. فصنفناها الاكسوكراين واندوكراين. الاندوكراين جلاند they lack of duct، ما فيها دكت.
Their secretion إفرازاتها are transferred to the largest organs. بتنقلها لأعضاء كبيرة جدا usually by blood عن طريق الدم. الدم هو اللي بنقولها. Example البنكرياتيك isolates أو البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند إحنا نقول عليها الغدة النخامية اللي بتفرز اللي بتساهم في نمو الجسم تبعنا. والبنكرياتيك isolates البنكرياتيك isolates هي عبارة عن مجموعة من الخلايا فيها على سبيل المثال بيتا سيلز. البيتا سيلز هي الخلايا اللي بتنتج الأنسولين في البنكرياس وبتم إفرازه عن طريق الغدة البنكرياتيك isolates. فالبيتا سيلز هي جزء من البنكرياتيك isolates صح؟ وعندنا البيتيوتري جلاند. طيب الاندوكراين والاكسوكراين. حلو. الاندوكراين الاكسوكراين جلاند بوسسز تملك دكت عندها دكت ذات ترانسفير ذا سيكريشن تو ذا اوتسايد اوف ذا بادي بتنقل افرازاتها الى خارج الجسم. شو الهدف من الدكت في الاكسوكراين؟ الدكت هي الدكت قناه زي هيك بتكون متصله في الجزء الافرازي عشان هي بتعمل نقل لانه احنا ما بزبطش الدم ينقل العرق لبرا الجسم فربنا خلق قنوات للجلاند. تمام تمام اتوقع انه سهل جدا. طيب الان احنا راح ناخذ بالتفصيل الان اكثر شيء اللي موجود فيها الابيثيليال سيلز. الابيثيليال سيلز هي الاكسوكراين جلاند. الاكسوكراين جلاند classified according to the morphology of duct and secretory portion. شو معنى كلمة morphology؟ structure الشيب والstructures وهيك التركيب والشكل. التركيب والشكل تاع الدكت and secretory portion. لو نيجي على الاكسوكراين قلنا الاكسوكراين هي الوحيدة بتملك دكت. كيف شكل الجلان تاعت الاكسوكراين؟ حتلاقيها شكل زي هيك وهاي هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. هذا هو الدكت الدكت وهذا اسمه السكيرتري بورشن جزء الإفرازي. السكيرتري بورشن هذا السكيرتري بورشن هون بيتم صنع مثلا العرق على سبيل المثال أو اللعاب السلايفا أو السويت وبخرج لخارج الجسم عن طريق الدكت. هاي القناة عن طريق الدكت فهذا بسموه السكيرتري بورشن وهذا بسموه الدكت. تمام فالدكت هو اللي بطلع السكريشن لاوتسايد اوف ذا بادي. السكريتوري بورشن هون بيتم انتاج بروديوس اللي هو السكريشنز انتاج الافرازات. ايتش اكسوكراين جلاند هاز ا سكريتوري بورشن لها الجزء الافرازي ذات بروديوس ذا سكريشن اند ذا دكت ذات كاريز ذا سكريشن. والدكت ايش كاريز ذا سكريشن اللي بتحمل ايش الافرازات وبتنقلها تو اوتسايد اوف ذا بادي. تمام تمام الان احنا كيف بدنا نسمي الان دفهمك شارد. ممكن انا تيجي على غده بتلاقي كيف بدنا نسميها الان كيف بدنا نسمي اسم. تذكر كنا نقول قاعده السودو ستراتيفايد ومش عارف شو سودو ستراتيفايد وستراتيفايد وسمبل وكنا نقول سكوامس وكلمينر وهون نفس الشيء حتى الجلاند لها قاعده كمان. كيف هي القاعده؟ هسا احنا شو اهم جزئين عندنا هون؟ اهم جزئين عندنا هون اللي هو الدكت وثاني جزء اللي هو جدا مهم عندنا غير الدكت اللي هو السكيورتري بورشن جزء الافرازي. فاحنا هننظر لهذول الجزئين ونسمي بناء عليهم. طب كيف نسمي عجوري؟ هسه بقول لك كيف. نيجي هنا على هذا علمك كيف تسمي. اول شيء هنا هاي الدكت انا قلت لك هاي الدكت هاي هي الدكت وهذا هو السكيورتري بورشن هو الجزء الافرازي. هنا يتم صناعه الشيء الذي سوف يفرز وهنا سوف يتم خروج الإفراز إلى خارج الجسم. done وهذا اسمه الجلانديولار إبيثيليوم. جلاند هي عبارة عن غدد أصلا جلانديولار إبيثيليوم. تمام أول شيء أنا باجي الآن التسمية كيف بدنا نسميهم ونصنفهم. أول شغلة حسب عدد الدكت. ففي عندي أنا سيمبل يعني باجي بتطلع على عدد الدكت ممكن أسمي الاسم الغدة سيمبل ممكن أسميها كومباوند. طبعا جوري كيف بدي أسميها سيمبل أو كومباوند؟ أنا بفهمك كيف. رجع لي هون طلع لي هون سيمبل او كومباوند. الان احنا في اول جزء هون
هون بدك تركز معي. سيمبل بطلع على عدد الدكت، كم دكت عندي هون انا؟ طلع علي كم دكت؟ دكت واحدة، هاي قناة 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 واحدة. اللي لها قناة واحدة اسمها سيمبل، بسيطة اكيد انا لقناة واحدة سيمبل 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 سيمبل، لانه له 1 دكت. فبطلع اذا دكت واحدة او اكثر من واحدة، تمام، واحدة او اكثر واحدة دكت. طلع كم دكت هون؟ دكت اولى، طلع لي بالله، طلع الصورة هاي، عندي دكت اولى، دكت ثانية، دكت ثالثة، دكت رابعة، دكت خامسة، دكت سادسة، طلع كم واحدة؟ كومباوند بيني يعني من الصورة انها كومباوند دكت. هون برضو نفس الشيء، هيك ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة، وي كثير يزم كومباوند بيني يعني بدون ما احكي. وهي كومباوند دكت، هذا أول شيء. إذا احنا خلصنا أول بالتسمية عدد الدكت، طيب ثاني شرط، شو الشرط الثاني؟ الآن خلصنا من سمبل وكومباوند، نيجي على اللي بعديه. اللي بعديه حسب السكيورتي ريبورشن اللي هو اللي هو هون بنعتمد ايش؟ السكيورتي ريبورشن انه متفرع، يعني كيف تفهمك؟ انه الدكت الوحدة، هذا كيف تفهمه هذا انا؟ السكيورتي ريبورشن بصنفه لان برانشد وبرانشد، غير متفرع ومتفرع. شو معنى غير متفرع ومتفرع؟ بطلع على كل دكت، على كل دكت، اذا كانت الدكت الوحده متصله مع جلاند وحده، تو سيكرتوري بورشن مثلا، ثلاث زي هيك، هي ثلاث مثلا، هيك وهيك ثلاث، بقدر اسميه هذا برانشد. لكن لو طلعت على الدكت الوحده متصله معها سيكرتوري بورشن واحد بسموه ان برانشد. بس هالفكرة. طب كيف بدنا نستوعبها هاي؟ هسه بورجيك كيف استوعبها وسهلة. تعال اقول لك، اطلع على الدكت هاي كم معها سيكورتي ريبورشن؟ واحد. الدكت هاي مع كم سيكورتي ريبورشن؟ واحد. لكن طلع على الدكت هاي معها سيكورتي ريبورشن 1، سيكورتي ريبورشن 2، سيكورتي ريبورشن 3. طب هاي الدكت سيكورتي ريبورشن 1 2 3، هاي برانشد، طلع عليه برانشد، وهاي برانشد. طبعا جوري ليش ما كتبنا هنا ان برانشد، هنا ان برانشد، وهنا ان برانشد؟ لانه هيك من قانون العلماء قالوا انه احنا اذا كانت برانش بنكتبها، اذا كانت ان برانش ما بنكتبها. فهون السيمبل سيمبل هي سيمبل ان برانش بس ما كتبناها، هون سيمبل برانش كتبناها لانه هو فعلا برانش، تمام. الان برانش ما بنكتب، البرانش بنكتبه. طيب البعديه اخر شيء، حسب شكل السكيورتي ريبورشن. هون الان بدنا نطلع على كل السكيورتي ريبورشن اللي عندي انا بالصوره. طبعا نسيت اكمل الامثله اللي تحت، لازم اكملها عشان تفهم الفكره، تعممها. طلع علي هاي الدكت متصل فيها سكيورتي ريبورشن وحده، هاي الدكت خلص هاي انا برانشد سكيورتي ريبورشن وحده، هاي الدكت متصل فيها سكيورتي ريبورشن وحده، هاي الدكت متصل فيها سكيورتي ريبورشن وحده، هاي الدكت متصل، خلص وحده، هذا انا برانشد فما كتب لك اياه، وهاي برضه اني برانشد، وهاي برضه اني برانشد، تمام. يعني لازم تكون دكت واحده متصله مع اكثر من اثنين، اكثر من واحد، فهمت علي؟ هنا لا، كل دكت متصله عادي، وضعها طبيعي. طيب اخر شيء، حسب، الله اكبر والعزة لله، حسب السكيورتي ريبورشن شكله. هون بنعتمد على الشكل. في سكيورتي ريبورشن شكله مثل الانبوب، تيوب، هذا بسموه تيوبيولر، هذا اخر شيء، اخر صنف، تيوبيولر 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 انبوب. اذا كان شكله حلزوني كيلويد، الكيلويد الكويلد، عفوا كويلد، بيكون شكله زي الحلزون، كويلد حلزوني، بيكون زي هيك حلزوني، بيكون زي تيوب بس جاي ملتف هيك حلزوني. وعندنا اخر واحده الاكينير، الاكينير هذا اسمه اكينير، الاكينير بيكون زي الكرة هيك. وممكن انا يطلع معي مثلا على سبيل المثال اللي متفرعات كثير، ممكن تسميه تيوبيولر كولويد عادي، وكولويد اكينير. المهم انت تطلع كل سيكورتي ريبورشن موجود عندك في الصورة، تطلع كيف شكله، تعرف افهمك كيف. على سبيل المثال طلع معي هذا، ربك هذا كرة؟ لا حلزون؟ لا، مبين تيوب،
تيوبولا. طلع على هذا تيوب 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 تيوبولر. هذا اسمه سيمبل برانش دي تيوبولر. طيب هذا هاي اعتبروها تيوب، هاي اعتبروها زي تيوب، وهاي اعتبروها كويلد، سموها كويلد تيوبولر. هاي اكينير، هاي اكينير 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 برانشد اكينير. طلع هاي كيف شكلها، تحسها زي تيوب تيوب تيوب، اذا مطاول تيوب تيوب فسموه تيوبولر. هاي كره 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 اكينير، لكن هاي تيوب وكره تيوبولر اكينير، لانه هاي تيوبولر وهاي اكينير كرويه كرويه اكينير. بس شفت ما اسهلها محلاها، هيك احنا بنتعلم التسميه. فانت بس تيجي تسمي، طلع كيفك تيجي تسمي في الامتحان، اول شغله بتسمي بالله، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شغله بتطلع على عدد الدكت، اذا سمبل ولا برانشد، بتطلع على عدد السكيورتي البورشن المتصله مع الدكت الواحده، اذا برانشد او ان برانشد. بعدين بتطلع على شكل السكيورتي بورشن، شكله اكينير تيوبولر او كويلد كويلد اكينير تيوبولر. طيب اكسل طلع علي هون. الان هون حفظ بصم الاكسوكراين جلاند كلاسيف، هذا التصنيف الرابع. كيف نصنفهم تصنيف رابع؟ قلنا يونيسيلولر مالتيسيلولر، نرجع كيف صنفناهم. قلنا كيف نصنف الجلاند، يونيسيلولر مالتيسيلولر، كنا نصنفهم اكسوكراين اندوكراين، ونصرف الاكسوكراين حسب التسمية سميتكم اياه. والان عندي اسماء ثانيه. الاكسوكراين جلاند الى تصنيف كلاسيفايد اكوردنج تو ذا ميثود اوف سيكريشن، حسب طريقه الافراز. ايش كلاسيفايد اكوردنج تو ذا ميثود اوف سيكريشن؟ الطريق في عندي شيء اسمه الميروكراين، في عندي كلاسيفيكيشن اسمه الميروكراين. هذا احفظ اكوردنج تو ذا ميثود اوف سيكريشن. اونلي ذا برودكت از سيكريتد باي اكزوسايتوسيس اند از ان ذا سيليفري جلاند. تمام، تتذكروا انه عندنا احنا السيل ممبرين اللي هو تو ليبيد باي لاير، وباي لاير ليبيد فوسفوليبيد في عندنا، بس مرات بيفتح البرين جزء منه، هيك جزء منه بسيط مثلا، بيطلع منه مواد. ففي عندي في عندي غدد بسموها الميروكراين. هسه عملية خروج المواد من الخلية عن طريق انه نشق السيل ممبرين ونطلعها، هاي شو بسموها عن طريق فيزيكلز، بسموها الاكسوكراين الاكزوسايتوسيس. يا اخوان شو اكسوكراين؟ الاكزوسايتوسيس اكزوسايتوسيس، هاي الاكزوسايتوسيس اللي هو شو معناها، اللي هو اخراج المواد من داخل الخلية الى خارجها، الى خارج، بسموه الاكزوسايتوسيس. بدي اعيدك اياها مره ثانيه. هي السيل ميمبرين، هي داخل الخليه، هي خارجها، بدك تطلع مواد ثقيله ما تقدر تطلعها عن طريق كارير او شانلز، بتطلعها عن طريق تفتح السيل ميمبرين بتطلعها زيك بالاكزوسايتوسيس. ها بسموه طريقه الميروكراين، مثال عليها السيليفري جلاند. السيليفري جلاند بس تطلع السلايفا اللعاب، كيف بطلعها عن طريق الاكزوسايتوسيس بطريقه الميروكراين. في عندي طريقه الابوكراين. The product and the apical part of the cells is sheathed as in the mammary gland. تمام تمام، هون في عندي في الميموري جلاند، as in the mammary gland، في عندي في الغدد اللي الغدد الحليبيه اللي الغدد الام مثلا، انه هاي بتفرز عن طريق غدد، بتفرز غدد. هاي الغدد عن طريق الـ apical part of the cells is sheathed. كيف؟ هسا عنا احنا بتم خروج المواد. الان بتكون انا عندي هاي الغدة طبقات من الخلايا، طبقات طبقات من الخلايا. فالحليب بديو تيطلع لفم الطفل، بدي يوصل اعلى طبقه الايبيكال سيرفيس. مش قلنا عندنا البيزل سيرفيس هو تحت بالخليه؟ بدي اعيدها مره ثانيه عشان تفهم علي شو قصدي. في عندي انا
في عندي انا اي خليه، مثلا هي طبقات خليه epithelial cells صح، هذا بسموه الايبيكال سيرفيس، هذا بسموه البيزال سيرفيس، هذا الجزء العلوي من الخليه وهذا الجزء السفلي من الخليه. هسه الام البريست تاع الام، البريست تاع الام بيكون زي كتل، واخر شيء بيكون له بروز، بيكون زي كتله. الكتله هون بتكون اعلى ارتفاع وكانها الايبيكال سيرفيس. الايبيكال سيرفيس لازم يطلع الملك لحديت الايبيكال سيرفيس عشان يخرج، وهذا مثال على الميموري جلاند بسموه الابو كرايم ميثود. يعني حبيش افصل كثير في الموضوع بس لازم افصل عشان تفهم. وفي عندي طريقه اسمها الهولو كراين. الهولو كراين مع هولو معناها جميع، يعني جميع كل شيء بيفرز. ذا وول سيلز، تمام هون عندك كل الخلايا disintegrates، تمام اللي هو disintegrates and is sheathed with the secretion as the subcutaneous gland of the skin. subcutaneous gland of the skin. في عندي انا امثله على subcutaneous gland of the cells. في عندي على سبيل المثال، عندك انت بديش ادخل لكم لانه هاي التفاصيل متقدمه شوي، بس بديش ادخل افهمك كيف الفكره بس شوي. هسه انت على سبيل المثال بس يخرج العرق من جسمك، هل بخرج من منطقه واحده ولا بتحس من كل جسمك بيطلع؟ لا، بتحس غالبا من كل جسمك، فبتحس انه كل الخليه، كل الجزء اجزاء الخليه، الخلايا the wool cells او كل الخلايا بدها تعمل شيد، اخراج الافرازات، بتعمل افراز، مش مثل افراج تفرز العرق مثلا او السويت as in the subcutaneous glands of the skin، مثل subcutaneous gland of the skin اللي هو subcutaneous gland of the skin، مثل انا الغدد هاي الموجودة في الجلد، فبس تيجي تطلع العرق هاي الغدد subcutaneous gland of the skin، تحس طلعت العرق والعرق هذا تحسه طلع من كل الخلايا، بسموه الولوكراين. فاللي بيطلع من الايبيكال سيرفيس بسموه الايبوكراين، والميروكراين طلعت بالاكزوسايتوسيس، والهولوكراين مثل subcutaneous gland of the skin. الميروكراين الان انا في عندي نوعين من الخلايا بتكون تصنيفهم ميروكراين، يعني بيطلعوا افرازاتهم باي الاكزوسايتوسيس، بسموها سيريوس او الميوكس، سيريوس جلاند او الميوكس جلاند، ميوكس سيلز او سيريوس سيلز. الميوكس هي الغدد المخاطيه الموجوده مثلا في الجهاز التنفسي، الموجوده في الحلق، هاي بسموها ميوكس. حتى اللي موجود في النيزل كافيتي في الانف اللي هو تجويف الانف بتلاقي فيها ميوكس. والسيريوس جلاند، السيريوس جلاند وغير هذا كله حكيت عنه انا، تمام. ففي عندي هون امثله على خلايا ميروكراين. ميروكراين يعني بتطلع افرازاتها بالاكزوسايتوسيس، بتطلع افرازاتها كيف؟ بالاكزوسايتوسيس، تمام. اول وحده السيريوس سيلز وهي عباره عن جلاند بتكون ميروكراين. اول شغله كيف تطلع؟ طلع على شكلها. شكلها يا اخوان هي هيك 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 شكلها، تحسها شكلها زي شو؟ هي عبك بتكون هيك لها ابعاد، بتكون زي الهرم، بيكون شكلها هرمي، تمام، بيكون شكلها هرمي. بيكون شكلها هرمي. اول شيء بتطلع عليها بيكون بايراميدال ان شيب، شكلها هرمي. سنترال اند راوند نيوكليوس، بتلاقيها النواة مدورة راوند نيوكليوس وسنترال وبالمركز جاي في النص ومدور النواة، تمام. انتنس بيزوفيليا، بيزوفيليا شو معنى بيزوفيليا؟ ان ذا بيزال ريجون دو تو ابسنس اوف ذا رف اندوبلازميك ريتيكولوم. هسه مش قلنا عندنا هون هذا اسمه الايبيكال ريجون، الايبيكال ريجون وهي اسمه البيزال ريجون، صح. بيقول لك الان عندي انا في البي، تمام، في عندي بيزوفيليا في البيزال ريجون. شو معنى البيزوفيليا؟ اي محب للقاعده، يعني في عندي انا مواد هنا محب للقاعده كثير، يعني بتكون تتذكروا زي ما اخذناها بتكون نت نيجاتيف تشارج، تمام لانه هاي عندها ابدنس ك
متوفر كمية كبيرة من الرف اندوبلازميك ريتيكليوم. عنده هنا تعرف شو الرف اندوبلازميك ريتيكليوم؟ شفت الشبكة الشبكة الاندوبلازمية اللي بيكون على الشبكة الاندوبلازمية بيكون عليها رايبوسوم، بتصير رف خشنة، الشبكة الاندوبلازمية الخشنة بسموها الرف اندوبلازميك ريتيكليوم. الرف اندوبلازميك ريتيكليوم تعتبر مواد بيزوفيليك، محب للقاعدة، مادة بيزوفيليك يعني لها نت نيجاتيف تشارج، تمام؟ حتى بس تنصبغ بتنصبغ بصبغات قاعديه بيسك دايز زي ما اخذنا بالمحاضره الاولى، بتكون رف اندوبلازميك ريتيكليوم. فهاي البيزل فيها كميه رف اندوبلازميك ريتيكليوم كبيره، كميه الرف اندوبلازميك ريتيكليوم الكبيره الموجوده في البيزل خلاها بيزوفيليك، بيزوفيليا ان ذا بيزل ريجون. في الايبيكال ريجون، في الايبيكال ريجون ليس بيزوفيليك، اقل قاعديه، and more acidophilic، اكثر محبه يعني اقل محبه للقاعد واكثر محبه للحموض، acidophilic due to presence of the secretory granules. بتلاقي عندنا هنا غدد بتلاقي هون عندنا هويصلات افرازيه فيها المواد الافرازيه، هاي المواد الافرازيه بتكون acidic، فبتكون النت بتكون موجبه positive charge، فبتكون acidophilic محب للصبغات القاعديه بسموها اسيدو فيليك. وين يعني باختصار عشان اعيد الشرح، هاي كيف بدي اوصف الخليه، هاي هسه بوصف لك يعني. لازم تعرف انه شكلها مثلث، لازم تعرف انه في البيزل ريجون في عندي رف اندوبلازميك ريتيكولوم كثير ولذلك هي قاعديه كثير، لازم تعرف انه راوند اند سنترال نيوكليوس، لازم تعرف انه في الايبيكال ريجون عندي كميه سكرتري جرانيولز كبيره فبيجعلها اسيدوفيليك. هذا لازم تعرف لي اياه. اكزامبل، هاي امثله على هاي اللي موجود السيريوس سيلز، امثله وين بلاقيها؟ في الباراتويد سيلفري جلاند، موجود عندي في الباراتويد سيلفري جلاند، الباراتويد سيلفري جلاند الموجوده جهه الفك تكون هاي بسموها الباراتويد سيلفري جلاند، موجود فيها السيريوس سيلز جلاند بتفرز اللي تكون موجود في الباراتويد سيلفري جلاند، تفرز السلايفا اللي بيكون يعني زي هيك فعن طريق هاي السيريوس سيلز. وعندي الثاني انا عندي ايش؟ الميوكاس سيلز. هاي الميوكاس سيلز كثير مشهوره كثير. على سبيل المثال انا الغدد عفوا المخاطيه هاي تفرز المخاط، المخاط هذا ممكن يكون بالنيزل جافيتي، ممكن يكون تحت اللسان، تحت اللسان تحس في شيء لزج مخاط هيك تحسه، اطلع تحت لسانك بالمراي شوفه زي في هيك لزوجه، تمام؟ طلع على هاي شكل الخلايا، هاي طلع كيف شكلها، بتحس انه جاي النواه مش سنترال، بريفرال بالطرف، سنترال بالمركز، بريفرال بالطرف. النيوكليوس كومبرسد ان ذا بيزل ريجون، بتلاقي النيوكليوس النواه كومبرسد مضغوطه يعني نازله في البيزل ريجون. وين البيزل ريجون؟ هيو تحسها نازله مضغوطه في البيزل ريجون. والبيسوفيليا ان ذا بيزل ريجون دو تو ابدنس اباندنس اوف رف اندوبلازميك ريتيكليوم، بتلاقي في عندي كميه الرف اندوبلازميك ريتيكليوم عاليه جدا، وبسبب كميه الرف اندوبلازميك اللي بالبيزر ريجون عالي جدا بتلاقي انا بيزوفيليت. والايبيكال ريجون، الايبيكال ريجون فيلد وذ بتلاقي مليانه بالسيفرال لارج ميوكن كونتيننج جرانيولز، فيها كميه جرانيولز كبيره، وزي ما قلنا بتكون ايش هاي كميه الجرانيولز بتخلي لفوق بيزوفيليك، وشو بتعمل؟ بش ذا نيوكليوس داون، كميه الجرانيولز هاي الكبيره كثر من كثرها دفشت النواة لتحت، خلتها سنترال، خلتها بريفرال. فإذا قال لك في الامتحان شو السبب إنه الميوكاس جلانت، الميوكاس جلانت عندنا سبب، شو سببها؟ إنه بتكون بريفرال، بريفرال نيوكلياس، بتقول السبب إنه أنا عندي كمية الجرانيولز الميوكن كونتيننج جرانيولز كبيرة جدا، عملت بش دفعت النيوكلياس للأسفل للبيزل ريجون. طب ودير بالك إنه لازم تعرف إنه النيوكلياس وين موجودة في البيزل ريجون، هذا الايبيكال ريجون بيكون فيه الجرانيولز، وهون بيكون البيزل ريجون فيه اللي مدفوع اليه اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو النيوكليوس. ذا كونتنت اوف الجرانيولز ديس ابير ديون جروتين، بالعاده بس يعملوا فحص للتيشو، هاي الجرانيول، هاي الباراميدال شيب، هي طيب كيف هي مثلا زي هيك شكلها، زي تحس زي الهرم، هاي هي زي الهرم، لاحظ معي، بتحس انه احيانا بس يجي يفحص التشو
بلاقوش في الجرانيولز. الجرانيولز هاي بتحتوي على مواد إفرازية، هاي المواد الإفرازية بالعادي بلاقوها، بالعادي ما بلاقوها، بس يفحصوا التشو بلاقوهاش، دائما بتحس طالعة يعني بتضلش فيها في الجرانيولز، دائما الجرانيولز بتفرغ بسرعة، فبلاقوها the content of the granules disappear during routine. Histological preparation cells appear vacant. Vacant. اللي هو vacant تظهر وكأنها فاضية. أثناء تحضير ال يعني شريحة الميوكس سيلز بيجوا بتطلعوا عليها بلاقوش فيها محتوى، والسبب إنه هاي سريعة الإفراز الخلايا، تمام؟ فبلاقوها فاضية، تمام؟ العادي تمام. هاي وين بنلاقيها؟ بنلاقيها بالسب لينجوال. هسا شو معنى اللسان؟ اللسان تعال اسمه لينجوال، لينجوال لسان. سب لينجوال تحت اللسان، سليفر جلاند الخلايا اللعابية تحت اللسان، والجوبلت سيلز، الجوبلت سيلز شو تفرز؟ ميوكس، يعني حطها هسا انت خلص، تمام؟ تمام. نيجي على اخر واحدة اسمها الميو ابيثيليال، ايه الميو ابيثيليال سيلز. قلت لك انا في المحاضرات السابقة ميو مع ميو، ميو اختصارا لعضلات، فالابيثيليال سيلز اللي داخل العضلات، وقلنا إلها كونتراكتل اليمنت، فيها عناصر انقباضية بتنقبض، ربنا اعطاها القدرة على الانقباض لانه اصلا الخلايا العضلية سريعة الانقباض، تمام يا اخوان؟ تمام. لان الميو ابيثيليال سيلز، these are epithelial cells associated with the glandular epithelium، في الخلايا الغد glandular epithelium بتكون هي عبارة عن epithelial cells associated with the glandular epithelium، these are located between the secretory cells and the basal lamina، secretory cells and the basal lamina، they contain contractile element in their cytoplasm. When they contract, they compresses. They compress the secretory portion of the gland, pushing the secretion from it is the human to duct. تمام. هسا احنا احيانا قلت لك في غدد قريبة من الخلايا العضلية وقريبة من المناطق هاي. صح؟ صح. مش قلت لك انا الخلايا اللي فيها غدد فيها secretory portion وduct. صح؟ وأي خلايا تحتيها لازم يكون عندنا بيزل لامينا. صح؟ صح. تفهمك كيف هاي اللعبة؟ هاي عندي السكيرتوري بورشن وهي عندي دكت، ولازم تحتيها بيزل، لازم تحتيها بيزل لامينا. صح؟ في الخلايا، في الخلايا الجلانديولار ابيثيليوم ربنا ما وضع تحتيها بس بيزل لامينا، وضع تحتيها إيش اسمه الميو ابيثيليوم، طبقة ميو ابيثيليوم، وبعدين بيجي البيزل لامينا. هون الميو ابيثيليوم وهون البيزل لامينا. شو الهدف؟ مش الميو ابيثيليوم، الميو ابيثيليوم الها فيها كونتراكتيل يونت انها بتنقبض. هسه انا كيف بدي اعصر هاي؟ كيف بدي اعصرها واطلع عن طريق الدكت؟ مش لازم بتحس انه هاي لازم تنضغط لتحت، ينضغطوا الطبقات على بعض ويدفعوا الافراز، بعدين بس ينضغطوا برد بيرجع زي الزنبرك بندفع الافراز، يعني زي هيك تحس ضغط لتحت بعدين رجع زي هيك تحس الافراز طلع مباشره زي الزنبرك، يعني ضغط 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 لتحت بعدين رجع للوضع الطبيعي بتلاقي الافراز طلع، بتلاقي الافراز طلع. فهي موجوده، اذا هي عباره عن ابيثيليال سيلز بتكون اسوشيتد، بتكون متصله بالجلانديولار ابيثيليوم. They are located between the secretory cells and the basal lamina. هي بتيجي بين البيزل لامينا والسكرتوري سيلز. They contain contractile element. فيها عناصر انقباضية. فيها عناصر contractile element، عناصر في السيتوبلازم. في السيتوبلازم تبعها فيها عناصر انقباضية. When they contract، عندما تنقبض، they compress the secretory portion of the gland, pushing the secretion from it is lumen to the duct. يعني قلت لك بس تنضغط لتحت هاي. حاسكم مش فاهمينها كويس. هاي البيزل لامينا وهاي الجلانديولار ابيثيليوم وهاي الميو ابيثيليوم. الميو ابيثيليوم حتنضغط لتحت، كومبرس ذا سيكيورتري بورشن اوف ذا جلاند، ضغطناها لتحت
فبس انضغطت ورجعنا للوضع الطبيعي، رجعنا للوضع الطبيعي بتحس انه اندفع، فادى باشنج دفع السكريشن الافرازات فروم اليومن تو ذا داكت، من التجويف اللي هون للداكت وبطلع. ها اسمها الميوبيثيلياسيس. ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا الفكره. المحاضره فيها مصطلحات ومش قليله والله يعني، بس اتوقع انه سهل يعني، اللي بيطلع من المحاضره هي بيطلع محاضره فاهم وحافظ مع بعض ان شاء الله سبحانه وتعالى. كان معكم اخوكم محمد عجوري من الفريق العلمي للنادي الطبي، يعطيكم العافيه.